بالتعاون مع مديرية الثقافة، افتتحت حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية معرضاً للفنون التراثية واليدوية في المركز الثقافي العربي بدمشق. هذا المعرض اسمه الإبداع الحرفي، خاص بحاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية التابعة للاتحاد العام للحرفيين، في عرض لكل المنتجات الحرفية الفنية الرائعة البديعة اللي ساووها خلال العام الماضي لكثير من الشيوخ الكار. مثل ما شايفين المكان مكتظ بالزواقين، لأنه هون عنا كمان هذا الفن الحرفي الإبداعي، وتواصلوا معنا من جهات كثير برات البلد أنه نزودهم بالصور اللي ما بيقدروا يجوا لهون. إحنا إن شاء الله إذا استمرنا بهذا الموضوع بنكون حافظنا على الحرف اليدوية التقليدية. عنا ما يقارب 50-60 حرفة دول نكبر فيهم ولادين، ومن خلال هاي الحرف بتجمعنا بحاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية. كمان دمجنا حرفتين أو ثلاث حرف مع بعض، وهذا الحكي صار مثل ما دمجنا موضوع الصدف مع النحاس. سابقا ما كان موجود مهنتين او حرفتين عريقات، وهلا صار عندنا حرفه ثالثه ولاده، وان شاء الله الخير قادم. الزجاج اليدوي الفينيقي هو بالحقيقه زجاج من فضه، وهذا هي من الحرف النادره واللي صعب هلا صناعتها. نحن هلا عم نباشر بمواضيع الزجاج العادي النفخ، يعني اللي بلون واحد بحاضنة دمر. هلا حنساوي عدة بوادق ونبلش بموضوع تعليم وتدريب على هاي الحرف. ضم المعرض مجموعة من المنتجات لشيوخ الكار والحرفيين، والتي تنوعت بين الخشبيات والنحاسيات والثريات الشرقية وغيرها من الفنون التقليدية. حرفتنا أساسية مع كل الحرف، يعني ما في إنسان ما بيحتاج العمل معنا. خلينا نقول بياع الفول والفلافل بحاجة إلنا لحتى نصاوي له الأرم عنده. غير هيك نحن كمان ما بنشتغل فقط على الخشب، نحن بنشتغل على الخشب، على الجلد، على القماش، على البلكسي، على كل شيء بيقع تحت إيدنا قادرين ننقش ونحفر عليه. مثلا ممكن نساوي الجيكرونات تبع بناطلين الجينز اللي بينحطوا من عند الخصر، أو التحلية تبع الملابس كمان هي بنشتغل فيها. ممكن نكحط بناطلين الجينز، ممكن نعمل شيء على الطواقي، على الأشياء هاي كلها نحن ضمن اختصاصنا. أنا بشتغل حاضنة دمر المركزية مدربة، بعلم الصبايا والبنات والسيدات كيف هن يتعلموا يبلشوا مهنة تخليهم أنه يعيشوا منها، يشاركوا فيها بمعارض توفر لهم دخل، وبنفس الوقت توعية بشكل عام لكل المهن الموجودة. هي موجود عدة مهن بحاضنة دمار، فبستقطب النساء للعمل. هي يعني أنا توجهي للنساء، فالعمل هو تدريب وتأهيل لا يقدروا يعملوا شيء يبقوا سيدات منتجات، ما يكونوا إنه بس مجرد إنه قاعدين بالبيت وناطرين الفرصة. وأقيم على هامش المعرض ندوة تعريفية عن دور الحاضنة في الحفاظ على الصناعات التراثية، من خلال إقامة دورات وورشات تدريبية لدعم المواهب وتطويرها.